ها يا سيدي، هذيك عايكة معتبرة لولد الشيخ حمزة. يا رمضان، مش قلت ليك مشي ولدي؟ ما لما يكون كان ولد أختك. تقدر تقول ولد أختي يا سيدي، الرجال هذا ولد بنت عمك عبد العزيز. حقا ما قلت لكش أنا، أمي اليوم الصباح عيت ترحم على والديك. لازم عجبتها البسيس خلقة ونبي خلقة. هاني جاي. واربعين ريال للي دن على مراحل عشرين، ومع هذا الشير عمره عامين، بيضة وحوشبة عاطي عالطول سمتها عربية. أخوي يا ابن عم سمحني يا أخوي، اش عملت الحرمة؟ علمي علمك، قالوا لي البرح. هاني برح تلقاها هاربة من دار رجلها ولا عملاش بعد العملة. ومن هو اللي يبحث عليها؟ ما تلزنيش الكذب، أما مدام العطية كبيرة ما يكون كان حد من الكبيرية. أنا نعرف شكون يخدم في البحرية ياخذ 48 ريال في العام، هذا بخلاف اللي عنده الفرتونة ويشيحها بيدو عنده 20 ريال زايدي. يرحم باي. ياما نربط ياما نربط 40 ريال كاملين، ياما نربط ياما نربط. شكون؟ حمزة. السلام عليكم. سامحيني يا بنت عمي، بايك بتاع ليا ونايا. مالا شنيا الهدرة يا عبد الصمد؟ وين نعرف أنا؟ خرجت بنته مدت لي القفة، المعون فيها ملفوف، كيما مدتها لي كيما جبتها لك. ومنين خرجت بنته هذي؟ أنا سألت مولا الكوشة اللي في الرباط متاعه، قال لي عنده بنت ومعرسة في تبرسخ، ورجلها توفى عنده مدة، حشاك بالوباء. كي ضعف نظره، بعض جابها باش تعاونوا على السليمانية قبل ما يرجعوا تلامذة متاع الجامع الكبير. أيوا قل لي هكا نفهم. ليدي انت مسنس ترجع لي شقاله عمك عبد العزيز كعبت الكسكسي تبدا شيحة على طرف الشقاله، وما نحكي لك شي هاك القصعه هذيك يحب لها تنفيخ تشطر نهار قبل الغسيل. وكيف رجعت لي البارح الشقاله نظيفه هكا تنفر؟ ونقول لك الحق جاتني غريبه. اي خليك انا توا باش نمشي نحضر الكاروسه سيدي خيار الدين. امي شريفه السوف اللي قادره وما ظهر لي كان يكمل لي الفراشيه اللي في السدايه. ايش تحبي نعمل لك؟ نمشي تقرب نجيب لك الصوفه. علقيه تكلمت من الصباح اللي بعثت في لصالح، ولا تعرفش كيفاه خرب عيدياتنا يا اخي. احنا ناكلوا منه الصوفه، من ناكلوا من الهناش اللي خلوهم لها تحت التراب. يلا شريفه. انا عامله هذيلي. يلا شريفه، صباح قدام باب الوكاله قال لك سيدي القاضي جاي يزور فيك. رحيمه. اي بيه قول له يتفضل. مرحبا. تفضل تفضل سلقة. عسلامتك بشيرة. الله يسلمك. مرحبا سيدي رحيم، تفضل اقعد. ما جيتش باش نقعد، عندي كلمتين نحب نقولهم لك ونرتاح. ان شاء الله خير. ملي جيتني للدريبة وغمضة العين ولات عزيزة. سامحني كان شغش بك كلامي، أما كل حي عادي ما كتب له، وأنا راضية باللي كتبه لي ربي. شوف يا بشيرة، أنا ولد عمك ونعرف إش قال الله وإش قال الرسول، وغلطت في حقك بسكاتي على فعلة سيدي عبد الكبير الله يغفر له ويرحمه. سيدي عبد الكبير توفى؟ مات بالوباء، هو وبابا في دار الحق وإحنا في دار الباطل. نحب نكفر على ذنوبهم وربي يغفر لكل مؤمن. الله يرحمهم ويغفر لهم. منابك في دار عزيزك يا بشيرة محفوظ، ما خليت حتى واحد من أخوتي يمد عليه يده، وكأن قلبي قايل لي يجي نهار وتظهر. أما بايك من مدخول الحوانت والهناشر السنين اللي تعدات الكل، بقدرة السماء العليمة ننجبولك. كان على عمي وسيدي عبد الكبير أنا مسامحتهم دنيا وآخرة، أما أنا ما جيتكش طمع في وسخ دار الدنيا، أنا جيتك خوف على ولية زوالية حلت في عين شيخ الربض. وأنا عملت اللي عليا يا بشيرة. تهنى شيخ الرباض ما عادش يدور بساحتها. يعيشك ربي يجازيك خير. انا نحب كيف يرجع لك حقك، نكفر على ذنوب عمك واخويا عبد الكبير. هيا هاو سيدي خوش تخيل وعلي، الشهر الجاي ان شاء الله باش نولي شاوش. هيا مبروك سي الهذيلي. اما ما قلتليش شو عملنا في حكايه البيت بالعربيه. انا حاشو
هاشم باش يخرج مرت خويا المرحوم من بيتها باش نعرسوا احنا. واه يا اخي انت باش تخرجها من الوكاله وانت تاخذ بقعتي في بيت ذهبيه. وزيد انا حكيت معاها ما سمعتش مني. كلمها انت سي الهذيل تحشم منك وتقدرك. لا لا اختاني انا خلي تحكي معها ام شريفه هي مولات المولد بالراس. بي علاش نستناه وبرا احكي معها تو. ما نجمش ندخل لها تو. عليه؟ بعد شكون؟ شكون؟ سيدي قاضي الدريبه. قاضي الدريبه بحظة ام شريفه؟ زعما ما تاخذش في خاطرها؟ ماني قلت لك سالم خليها عليا. وش على حاجه يا شريفه؟ لما تقولش تحط خليفه تحت التراب قاموا خرجوني من البيت. يا اخي احنا باش نخرجوها من الوكاله. الحكايه ما فيها باش تخرج نجمه من البيت وهي تاخذ بلاصتها. ويا سيدي كانت قلقت تو نحطها بحذايا. تهنيتش انت. يهني قلبك يا شريف. ماك تعرف. مالها الا وليا وزيد مرت مرحوم خويا. بصراحه انا ما يرضينيش تتغير. وانا ما يرضينيش حد يتغير من مالي الوكاله. الله لا ينحيك علينا يا شريف. اجاهوني ونماشي. ما قلتليش وقتها باش تكتب على النجمه. يا اخي شقوا دقوا. حتى نحضر روحي. لا اليوم الاثنين. نهار الجمعه بعد العصر تكتب وتدخل عليها قبل ما تشتي الدنيا. فاش قام السر بالكل؟ وفاش قام الحل الكل؟ ما تقوليش باش نلم روحي واضرب خلص، ما عندك ما تلم. زيتنا في دقيقنا وانت ونجمه ما كومش برينية على الوكاله، تنفرحوا بكم بجهيد اللي عطاهولنا ربي، ويا الناس ما كان باس. والله يبارك يا شريف، اللي تعملوا مبروك، وربي قدرنا باش نرجعوا لك شويه من اللي عملته معانا. ما عنديش مزيه. امك الله يرحمها عاشت سنين في هالوكاله قبل ما تفكرها ربي. وكانت في مقام امي. وانت وصالح وخليفه الله يرحمه حسبتكم كما اولادي اللي ما رزقنيش بهم ربي في الدنيا. امي شريف بالله برد لي على قلبي وقول لي كيف انت ولد عمك القاضي وما ندراك عليه ما قتلوش على هدره عربيه؟ شكون يعرف عليه كيفاش عايشه هي وكلم ليك مسيكنا؟ عايشة خير مني ومنك. سبحان ربي العظيم اللي رزق النملة في ليلة دحسة. ومادامها ما طاحتش في يد خصيمتها أنا متهني عليها. ومادام ولدها في حضنها ما عليهمش خوف. أما القاضي يقضي وقت يبدأ خصيمك شيخ ربض. كي يولي خصيمك الفريق ونسيب البيات 50 قاضي وما يقضيوش. واه أنت هوني؟ يا أخي بعتهم الخبيزات الكل باش تروح فيها الوقت؟ مش كل على خاطر زيد علي أنت، علاش كيفاه؟ نفخوه وكلوه، هذاك اللي نقول لك. يا خالتي شريفة جاتك نجري على خاطر البراحي برحة على عربية. شنو؟ عربية؟ أشكون؟ شريفة يا سي عبد العزيز. أدخل يا شريفة أدخل. حمزة. نعم عمي عبد العزيز. هزيت مرتاحك بابا؟ هزيته هزيته. برا ولدي ربي معك. عايشك في الأمان. بالسلامة. شكونك أنت؟ أنا يا حمزة. شو تعمل هون؟ نقرا في الجامعة الكبير ونسكن لهنا. اقعد هون. خلي حتى حد يخرج. تبعني. ما هو لاباس. اسكت ولا شد بيتك. هيا عاد ما قلتليش. يا سبه يا شريفه جاي لهوني. جينا نطيروا في السوا على سي عبد العزيز. ولا مش مليح. كسبتك انت. ما تقوليش الشيخ رباض بعثك تفركس على عربية هوني. صالح ساك الباب وراه. عمي عبد العزيز لاباس ما؟ لاباس يا حمزة. برا ولدي ما تعطلش روحك برا. الله يبارك. في الأمان. في الأمان. سي عبد العزيز زعما وين مشيت الطفلة؟ يا بنتي علمي علمك. ما في بالك مشيت البلغة جاية باش نصلح البلغة متاعي. جيت ما لقيتهاش. تقول الأرض تشقت وبلعتها. خالتي شريفة بالك سمعت البراح؟
صار هي اللي البلاحي برح عليها لشريفه.